مرحبا. لما بننظر للآخرين، أول ما بيلفت انتباهنا هي منطقة العينين، ثم منطقة الفم، ثم الأنف وبقية تقسيم الوجه. ولكن لما نتحدث معهم، أكثر شيء بيشد انتباهنا هي منطقة الفم. فالابتسامة الأنيقة وشفاف الملاني بتدل على الصحة والجمال. ولكن اللي بيجعل الشفاف حلوة هن عدة نقاط: أسنان مصطفة وغير بارزة، تناسق حجم الشفتين، فالشفة السفلى بتكون قد مرتين من حجم الشفة العليا، استقامة زوايا الفم، اختلاف سماكة الشفة بين الوسط والأطراف، فبتكون أكثر سميكة بالنص وأدق بالأطراف، حدة ووضوح الخط الفاصل بين الشفة والجلد، حدة ووضوح قوس الشفة العليا بالنص. والأهم عند الابتسامة ما بتظهر اللثة العليا. في عدة طرق جراحية وطبية لتكبير حجم الشفاف أو تغيير شكلها. جراحة رفع الشفاف بواسطة شق جراح صغير تحت الأنف للشفة العليا أو على الحد الفاصل ما بين الشفة والجلد. جراحة تقديم الشفاف بواسطة شقوق جراحية داخل الشفة. طرق الطبية الغير جراحية هن بحقن مواد الهيالورونيك أسيد بالشفتين، وتعتبر هي الطريقة الأكثر أماناً وفعالية، ولكن أثرها ما بيستمر أكثر من سنة. وممكن حقن الدهون اللي بتستمر لأكثر من سنة، ولكن في احتمال أنه تتكتل مع الوقت. صحتكم مهمة، بس الأهم تحافظوا عليها. انطروني بكرة مع تيب جديد. تشاو.